أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد यार आशीर्वाद पढ़ता हूँ मैं अपनी तरफ से अपने वालदैन की तरफ से सब भाई भाई की तरफ से और साहिब ज़बान की तरफ से बोले اعظم الله اجورنا واجوركم بمصاب نبي الحسين عليه السلام وجعلنا واياكم من الطالبين بصارخي مع وليه الامام المهدي من آل محمد عليه السلام متوجه زياده السلام عليك يا السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سار الله يا ابن سار والوتر الماتور السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار Ya Bab Dillah Ya Bab Dillah Ya Bab Dillah Laqad azumat al-raziyat wa jallat wa azumat al-musibat bika وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع السماوات فلعل الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعل الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعل الله أمة قتلتكم ولعل الله الموحدين لكم لهم بالتمكين من قتالكم برئت الى الله واليكم منهم واشياهم واتباعهم واولياء ولعن الله أمة أسرجت والألجمة وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأم لقد عزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب جارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا باب
عليك
الشاكرين لك